مدينة سراقب 21/9/2014 محاولة إجلاء الجثث من تحت الأنقاض إلى استنزاف المدينة وأطراف المدينة وقمة الطيران الحربي. عشرات الشهداء حتى الآن وما زال البحث جاري تحت الأنقاض. مدينة سراقب 21/9/2014 إجلاء الجثث من تحت الأنقاض جراء استهداف المدينة من قبل طيران الحربي. غارة جوية عنيفة بصاروخ طاغي. عشرات الشهداء حتى الآن وما زال البحث من تحت الأنقاض. صلى الله عليه وسلم.